بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الحادي عشر من الكتاب الثالث والعشرين، كتاب المساقى، باب حل أجرة الحجامة. قرأنا بالأمس أن أجر الحجام خبيث، ثم اليوم نقرأ حل أجرة الحجامة. فإما نجمع بينهما بأنها نسخت حرمة أجر الحجام فصارت حلالا، أو أن نجمع بينهما بطريقة أخرى، وهو أن أجر الحجام خبيث إذا اشترط واحتكر، وأنه إن لم يشترط ولم يحتكر فأجره مباح، وعدم الذهاب للنسخ أولى للعمل بالدليلين. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الحادي والعشرين بعد المئة والأربعة آلاف، قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام. يبقى أول حاجة كون النبي أمر له بأجر لو كان أجره سحت ما أعطاه النبي، دل على حل أجره، لأن النبي أمر له بصاعين من طعام يعني من تمر. يبقى كونه أعطاه أجرة، لو كانت أجرته حراما ما كان أعطاه، فالنبي لا يعين على الحرام. دي أول إيه استنباط من الحديث. وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، ولم يعطيه فقط بل استشفع له عند أهله أن يقللوا ما يأخذونه منه أجرة عمله. خراجه يعني ما يعطيهم، كأن أهله كانوا، لأنه هو كان عبدا، كانوا يكلفونه أن يعطيهم كل يوم مثلا مبلغ معين من المال مقابل أن هم تركينه يعمل. فالنبي استشفع عندهم أن يقللوا هذا الأجر، معنى ذلك أنه ما زاد عن كسبه يبقى له ذمة يكتسبه. يعني إن كان اتفقوا معه مثلا أن يعطيهم كل يوم مقابل أن يتركوه يعمل في الحجامة كل يوم 100 جنيه مثلا، فالنبي استشفع عندهم قال: اجعلوها 50 جنيه، يعني تخفيفا عليه، وكأن النبي أعطاه أجرة حالة وأجرة طول عمره لأنه خفف عنه كل يوم. شوف بقى النبي أعطى أجزل إزاي بقى. وهذا استدل منه الفقهاء على جواز أجر الطبيب، لأن الحجامة كانت طب، فيبقى أجر الطبيب جائز، وجائز أن يكون بالكرم كمان وليس على سبيل كمان التقدير، على سبيل الإكرام، يعني تكرمه بقدر إمكانك. ليه؟ لأنه نصحك في بدنك، ومن نصحك في بدنك كان كمن نصحك في دينك. فإن الأديان جاءت لصلاح الأديان، الرسل بعثوا لإصلاح الأديان والأبدان، فالطبيب لإصلاح الأبدان، والعلماء الدين لإصلاح الأديان، فلا يقل ثوابهم عند الله من العلماء، لأن المسلم القوي أحب عند الله من المسلم الضعيف وفي كل خير. والطب يحفظ على الإنسان قوته،
وبالتالي فهو عبادة كبيرة على من تطبب أن ينوي بهذا الطب هو خدمة الناس والمحافظة على صحتهم وعلى حياتهم. ثم بعد ذلك إذا أخذ أجرا فيجوز، لا شيء فيه، بل هو نعم الأجر، ولكن بشرط ألا يحتكر وألا يشرط، يعني يغالي، يعني يغالي في شرط. وبالتالي يبقى الحديث ده حديث عظيم، لأنه حلل للطبيب أن يأخذ أجرته. وكلم أهله فوضع عنه من خراجه، والخراج هو كسبه اليومي، وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم. والحجامة أيام النبي كانت نوعان، حجامة جافة وحجامة رطبة. والحجامة الجافة لا يخرج فيها دم، وسميت جافة لأنه لا يخرج فيها أي سائل من سوائل الجسم، يسموها زي كاسات الهواء هكذا، هذا نوع من الحجامة. والحجامة الرطبة وهي التي يشرط فيها الجسم في مواضع معينة ويخرج منها، يسموها فصد، فصد يعني أخرج الدم. تطورت الحجامة بمرور الزمان فصارت هي الجراحة، فالجراحة الحالية هي حجامة عميقة لا تتعامل مع الجلد فقط، بل تتعامل مع ما تحت الجلد في عمق البدن. فالجراحة هي فرع تطور من الحجامة، فهم؟ ولما كانت عميقة مؤلمة دخل التخدير، ولما كان الجرح عميق دخل التطهير والتعقيم. فصار الطب الحديث ما هو إلا تطور للحجامة. فاللي يجي الوقت يقول لك لا احنا عايزين نرجع للحجامة أيام النبي، يبقى يريد أن يختصر خبرة آلاف السنين في الممارسة الطبية ويعود بنا مرة أخرى إلى الحياة البدائية، وهذا خطأ، لأن الناس تعاملوا مع الحجامة بأطوار، حجامة جافة ثم حجامة رطبة سطحية ثم حجامة عميقة وهي الجراحة. فالطب الحديث الآن والمستشفيات المقامة والعمليات اللي بتجرى كل دي حجامة عميقة. واضح؟ فدي نقطة مهمة، لأن في ناس الوقت عايزين يرجعونا تاني للحجامة البدائية، وهذا خطأ. إن الله خلق لكل داء دواء، يا عباد الله فتداووا. هذا الحديث يدل على أن الناس لابد أن تجتهد لاستنباط الأدوية لكل الأمراض بقدر إمكانها، وبالتالي كل الأمراض العميقة كان لم يكن لها علاج أيام النبي بالحجامة السطحية، يعني اللي عنده زايدة وهتنفجر، ما دي حجامة بنخش ببطنه جوه ونشيل العضو ده وإلا كان هيموت. اللي عنده مرارة وفيها حصى بنخش نفتح ونشيل هذه العضو. اللي عنده ورم في مكان في عميق في جسمه بنروح فاتحين ونطلع هذا الورم، يبقى ده حجامة بس عميق تستأصل الورم وتستأصل المرض لتحفظ للبدن حياته. فما يجيش واحد يبقى عنده ورم يروح لحلاق يحجمه في قفاه وهو عنده ورم في القولون، ويقول هي دي السنة. سنة ايه يا أستاذ؟ سنة ايه يا جاهل؟ السنة هي التداوي على وفق ما تقدم العلم له، هو ده، هي دي السنة. لو كان أيام النبي الأدوية الحديثة كان تداوى بها صلى الله عليه وسلم، فهو تداوى بأدوية عصره وأمر الناس أن يجتهدوا، وقال ألا يا عباد الله إن الله خلق لكل داء دواء، يا عباد الله فتداووا، يعني ابحثوا في الأدوية حتى تصلوا لدواء لكل داء إلا الموت والهرم، هم دول اللي ما لهمش دواء، اللي هو الشيخوخة والموت، هم دول اللي ما لهمش دواء. قال كده كل داء له دواء إلا الموت والهرم. وقل من نبه على ما نبهتكم عليه الآن، أن الحجامة العميقة هي امتداد للحجامة السطحية، وأن الجراحة هي نوع الحجامة الحديثة. فالجراح ده حجام على فكرة،
ولكن حجام بصورة حديثة بمشرط وبحجرة عمليات وبطبيب تخدير وبأدوية ومضادات حيوية وجروح وخيوط جراحية وتكنيكس مختلفة على حسب كل حال. فاهم؟ جراح العظام بحجام بيشتغل في العظام، جراح الأعصاب حجام بيشتغل في الأعصاب، جراح المسالك البولية حجام بيشتغل في المجاري البولية، وهكذا. كل دي حجامات ولكنها تطورت وتخصصت وإيه وخرج منها فروع كثيرة. فعلينا ألا نضيق ونحجر أنفسنا بالعقول المتحجرة الغريبة اللي عايزة تعيدنا مرة أخرى لإيه؟ للبدائيات، كمن يريد إنه هو من أصابه ألم في مفصله يوم يكوي المفصل بتاعه، يجيب له كده سيخ حديد محمي ويحطه على المفصل اللي بيكويه يوم يحرقه. ما ده كان علاج قديم، لحد دلوقتي بيجي لنا ناس بيتكوم يجي له ألم في ظهره يكوله ظهره يقوم يتحول إلى حرق، حرق ناري، وبعدين ما يخفش برضه. فحرام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتوي ونهى عن الكي. لكن الجراحة الحديثة كي، بس كي حديث، لأنك بتستعمل حاجة اسمها دايسيرمي تكوي فيها الإيه الأوردة والشرايين اللي بتنزف حتى تتحكم في النزف إلى أن تصل إلى عمق المرض، ثم تخرج بعد ذلك إيه وتغلق الجرح بوسائل الغلق المختلفة بقى. فهمت؟ فلا بد ان احنا نفهم هذا المعنى، لان دلوقتي كل حلاق وكل واحد ملوش علاقة بالطب اشترى له شوية ادوات حجامة وحطها لفها كده وقاعد بيلف على الناس يحجمهم بالطريقة القديمة في بلد زي مصر مليانة فيروس سي، عشان ينظر فيروس سي من جميع الناس، بدل ما يبقى الوقت عندنا 20 مليون واحد عنده فيروس سي يبقى عندنا 40 مليون عندهم فيروس سي، بسبب سوء تطبيق السنة النبوية الشريفة. السنة النبوية الشريفة لابد اننا نطبقها بطريقة تليق بمقاصد الشرع، فلا ضرر ولا ضرار، ولا يقوم بها الا المتخصص. فالنبي لما اراد ان يحتجم طلب انسان متخصص، جاب ابو طيبة احسن حجام في المدينة، يعني اكبر حجام في المدينة، قال مين اكبر حجام هتقولي ده؟ فهمت؟ يبقى لابد انك انت يبقى في تخصص وفي انسان ممارس وعنده خبرة تراكمية من ممارسته للمهنة في الناس، ثم بعد ذلك يفعل ذلك. انما الوقت تلاقي واحد بيحجم، بتشتغل ايه؟ يقول لك انا محاسب في بنك، بس غاوي حكايه ما حجم الناس سنه اصلا. يا سلام، وانت بتشتغل ايه يا حجام؟ يقول لك انا والله انا بشتغل مهندس. طب مهندس بتبني عمارات، انت مالك بالحجام؟ بس سنه. سنه السنه ان الانسان يعمل الحاجه اللي يوجدها المتخصص فيها المتفرغ لها، مش يجيبها كده وعلى هامش حياته وبعدين يستعملها بطريقة تؤدي إلى انتشار الميكروبات والفيروسات في أجسام المرضى، وبعدين يستعملها بالطريقة البدائية دون مراعاة التقدم العلمي وتراكم الخبرة. فلا بد أننا نفهم هذا المعنى. وعشان كده النبي بيقول إيه؟ إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. الحمد لله أنا جراحه داخل أنا في هذا الحديث، فانا ايه الجراحه حجامه. فهمت بقى ازاي؟ وفي بقى الحجامه الطبيه الجافه. ايه هي الحجامه الطبيه الجافه؟ الادويه والاقراص، لانها لا تنزف منك اي شيء ولا تجرحك. فكل الاعراض كان زمان اللي عنده ضغط عالي يعملوا فيه ايه؟ يحجموه، يشرطوا، يطلعوا منه دم، يقوم ايه اما ينزف ضغطه ينخفض، يقوم ايه الصداع يروح. كان زمان العلاج البدائي كده، لا الوقت ياخد قرص مدر بول يقوم يتبول زيادة الضغط ده يقوم ضغطه ينخفض يقوم ينبسط، يبقى دي حجامة جافة. يعني الأقراص الضغط دي حجامة جافة. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الطب عموما هو تطور للايه؟ للحجامة اللي كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش الواحد عنده ضغط عالي دلوقتي يروح ايه؟ يشرطوا له قفاه ولا يشرطوا له كتافه ويطلعوا دمه ويجرحوه. طب ليه؟ طب ما انت بقرص هتصل لنفس النتيجة. والجروح حرام، الجروح قصاص، فالجروح لا تجوز إلا من أجل ضرورة، فإن كان هناك وسيلة أخرى بغير جرح فهي الأولى، لأن الأصل في الجرح الحرام الحرمة، ولا تجوز فعل الحرام إلا من أجل ضرورة، فإن كان هناك بديل فلا ضرورة للجرح. واضح؟ فاللي ضغطه عالي ويروح يجرح نفسه ويحجم نفسه يبقى لجأ إلى علاج محرم. لماذا؟ لأن هناك علاج آخر بغير جرح يستطيع أن يصل فيه إلى نفس النتيجة.
فلازم ناخد بالنا من هذه المعاني كلها. إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. وعنه به قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن حمير قال سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله غير أنه قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز أو القسط البحري. النبي كان يسأل في وسائل علاج بدائية النبي كان يكره زي الغمز. إيه هو الغمز؟ كان العيل من دول لما يجيله لوز ويرتفع لوزه في حلقه تبقى بتوجعه مؤلمة، يقوموا إيه يعملوا إيه؟ يخلوا العيل يفتح بقه ويدخل صباعه يزق اللوزة دي بإيده، طبعا ده اسمه الغمز، ده مؤلم جدا يعني العيل ممكن يغمى عليه من شدة الألم. فقال طب وليه؟ خد القسط البحري ده نوع من الإيه؟ من النباتات، مجرد ان الطفل ياخده ويحطه في شدقه ويختلط بريقه ويجي على مكان الالتهاب ده بيخفضه، فممكن يخف بدون إيلام. فاتركوا وسائل العلاج التي بها إيلام واستعملوا العلاجات التي ليست بها إيلام، لان إيلام الناس حرام. فاهم؟ كل ده يدلك على ان النبي فتح للناس ايه وسائل العلاج المختلفه صلى الله عليه وسلم، واستعمل العلاج المتاح ورفض بعض العلاجات المؤلمه صلى الله عليه وسلم. إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. وعنه به قال حدثنا أحمد بن الحسن ابن خراش قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه. مهمة جدا، دعا لنا غلاما ايه؟ حجام، شغلته كده خبير. فهمت؟ يبقى كلمة حجام دي يعني اشتهر بالخبرة، يعني ممارس للمهنة، يعني انسان اشتهر من ممارسته للمهنة فصارت له مهنة، صارت له اسم لقب عليه. فما تروحش انت بعد كده الحلاق بقى وتقول لي انا هعمل حجام. فهمتني ازاي؟ ما ينفعش الطريقة دي يا جماعة، نرجوكم يا جماعة الخير. دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته. ضريبته اللي هي خراجه يعني ما يدفعه لأهله. وعنه به قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. والاستعاط هو دواء يوضع في الأنف يسموه صعوط. استعطى يعني استعمل دواء يوضع في الأنف زي الاستنشاق وزي نقط الأنف، كل دي تسمى صعوط. يعني النبي استعمل أدوية عصره صلى الله عليه وسلم، الأدوية التي في عصر. وكان النبي ممكن يدعي ويقول يا رب اشفيني واشفيه من غير ما ياخد دواء، صح ولا لا؟ كان ممكن، لكن النبي أراد أن يتعبدنا بالأسباب، لأن احنا متعبدين أننا نأخذ بالأسباب والشفاء من الله. فالنبي أراد أن يجعل أمته عباد لله يتناولوا الأسباب بأجسامهم وجوارحهم ومتوكلين على الله بقلوبهم. فالشفاء عند الله بقلبك، تعلم هذا، وأنت كعبد تذهب إلى الدواء إذا مرضت لأنك مفتقر للسبب، أفقرك الله للسبب ولكن جعلك متوكلا عليه بقلبك. ودي نقطة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول يا رب اشفيني وخلاص انتهى، ولا كان يستعط ولا كان يحتجم ولا كان ياخد علاج، لكن النبي أراد أن يمرض كما يمرض العبد ويتداوى كما يتداوى العبد، تعبدا لله عز وجل وليس استغناء. فالعبد مفتقر، كلما افتقرت أغناك الله وكلما استغنيت وكلك الله لنفسك. فدي كلها أداب لابد أن تفهمها. وعنه به قال
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة اللي هو اسمه ايه اللي هو اللي احنا لسه قايلين اسمه في اول حديث ابو طيبة. يبقى عرفنا في اول حديث اسمه وعرفنا ايه اصحابه اللي هم ملاكه واسياده انهم من ايه من بني بياضة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا. شوف استنباط سيدنا عبد الله بن عباس بقى يقول لك ولو كان أجر الحجام سحتا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. باب تحريم بيع الخمر. كل ما حرم استعماله حرم بيعه وحرم اقتناؤه. دي قواعد كده. كل ما يحرم استعماله يحرم بيعه ويحرم اقتناؤه. باب تحريم بيع الخمر. لما كان الخمر استعماله هو الشرب وهو حرام فيبقى بيعه حرام وشراؤه حرام وزراعة العنب الذي يصنع منه الخمر حرام وحمله حرام والنظر إليه حرام. شوف قد إيه مجرد النظر إليه كده حرام. النظر للمحرم حرام. القاعدة كده النظر للمحرم حرام. وهم بقى صناع الخمرة تملي يحطوا الخمور في زجاجات كده لامعة جميلة وأشكالها غريب علشان يغريك إنك تبص عليه لأنهم شياطين. فاهم؟ يجيب لك الزيت يحطه في ازازه مقفعه والخمر يحطه في ازازه فقمه تلفت عينك. فهمت؟ دي طريقتي. فالنظر للمحرم حرام يعني كافه اي شيء يقربك ليه ده مجرد الجلوس مع من يشربها وانت لا تشربها. يعني واحد يشرب خمر وانت قاعد تشرب كوبايه شاي جنبه ملعون. يعني اللعنه تصيبك. شوف قد ايه. فربنا ينجينا. ده حرم 10 حوالين الخمر اللي هو عاصرها وحاملها وبائعها وشاريها والسمسار وشاربها ومقتنيها والناظر اليها. يا ده الخمره دي مصيبه مصيبه كبيره. علة تحريم بيع الخمر عند الشافعيه قالوا لنجاستها ولعدم الانتفاع بها. علتين لنجاستها ولعدم الانتفاع بها. وبالتالي كل ما لا ينتفع به لا يحل بيعه وكل نجس لا يحل بيعه. عند الشافعية كده قواعد في مذهبه. يبقى علة تحريم بيع الخمر قالوا لنجاستها ولعدم حل الانتفاع بها. فكل ما لا ينتفع به يحرم بيعه وكل ما كان نجسا يحرم بيعه. وإذا اجتمعوا الاثنين يبقى من باب أولى كما اجتمع في الخمر. وبالتالي لا يجيزون بيع مثلا زرق الطيور لأنه نجس عند الشافعي. واضح؟ ولا يجيزون بيع الحشرات لأنها لا ينتفع بها. يعني ينفع تصطاد 10 دبانات وتقف تبيعهم؟ ذبابات. بينتفع بالذباب. يبقى لا يجوز بيعها لأنه لا ينتفع به. فهمت؟ كبيع الحشرات وبيع ما لا ينتفع به. أو الحيوانات الضارية. يبيع أسد. الأسد ده مفترس ده يضر. ده لا ينتفع ده لا يضر به. مش ينتفع ده بيضر به. فهمت؟ يبقى لا يجوز بيعه. كل دي قواعد نشأت في ذهن الإمام الشافعي ونشرها في مذهبه. فهمت ازاي؟ وانتشرت وتعامل بها بعد ذلك الفقهاء في فروع شتى. باب تحريم بيع الخمر. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا.
فمن كان عنده منها شيء فليبعه. ابتدى يعرض بالخمر لما قال ايه؟ وتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سورة النحل هناك. ده ابتدى بقى كونوا سكرا ورزقا حسنا، يبقى السكر غير الرزق الحسن. يبقى مش رزق حسن. النبي فهم ان الله يعرض بالخمر، يعني ايه؟ يتدرج في تشريعها حتى يصل الى التحريم. فهم كده النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الخمر فيها عادة وتعود وإدمان، فأراد الله أن يتدرج في تشريعها حتى يمتنع الناس عنها تدريجيا، فيستطيع أن هم يلتزموا الأمر. وهذا من باب إيه؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، تيسيرا على الناس، لأنه كانوا يشربوا الخمر في كل أحيانهم منذ قرون الناس تتعامل معه، فصاروا مدمنين للخمر. فلو قال لهم كفوا عنها مرة واحدة لا يستطيعوا، ولكن ابتدى الاول يعرض انها ايه؟ سكر ورزق حسن، يعني معناه السكر ليس برزق حسن، كان الانسان يتافف منه. وبعد كده الا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، يعني وقت الصلاه بس ما تسكرش، يقلل مده التعاطي عشان تبتدي تنسحب من الجسم تدريجيا. وبعد كده يقول لهم ايه؟ اجتنبوها بالكليه، لانه خلاص اتعودوا. وهكذا بالتدريج، تدرج التشريع. فالنبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ ان الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها امرا. ممكن يقصد طالما الخطبه دي في المدينه يبقى في نزول البقره، لان البقره اول سوره نزلت في المدينه، يبقى مش في النحل. اول سوره نزلت في المدينه كانت سوره البقره، والبقره بيقول ايه؟ يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. يبقى يقصد النبي الآية دي طالما الخطبة دي في المدينة. فهمت؟ على طول. إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، يعني أمر تكليفي تحريمي، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يعلم أنها سوف تؤول إلى التحريم، فيقول لهم بيعوها الوقت عشان تستفيدوا بيها قبل ما تحرم. دل على ان ما لم يأتي حكم فلا تكليف. فهم؟ يعني ما لم يأتي حكم من الله وامر متعلق بالشيء يبقى الانسان غير مكلف، يعمل اللي هو عايزه، لا تكليف. والمسألة دي فيها ايه؟ اربع مذاهب عند الاصوليين. ما كان قبل التشريع، ما حكم الناس قبل التشريع، يعني قبل التكليف، هل الأشياء قبل التشريع على الحل ولا على الحرمة ولا على التوقف ولا لا تكليف؟ أربع مذاهب. فهمت بقى؟ عند الأصوليين يعني الأشياء قبل التكليف، قبل التشريع، قبل الوحي والأمر، يتعامل الناس معها إزاي؟ هل الأصل فيها الحرمة؟ مذهب هل الأصل فيها الحرمة؟ يعني الواحد ايه؟ طالما ما يعرفش بالمسألة دي حكم يمتنع. ده مذهب. مذهب تاني قال لك لا، الأصل الإباحة. الأصل الإباحة. ومذهب تالت قال الأصل التوقف. ما أصدرش عليها حكم، أنا متوقف. ليه؟ لأن ما عنديش علامة من الله بيقول لي دي حرام ولا حلال. يبقى لا أصفها بحل ولا بحرمة. أنا أبقى متوقف. فهم؟ ده مذهب الثالث، التوقف. ليه؟ لأنه ليس عنده ما يجعله يحرم أو يحلل. فهم؟ يبقى في مذهب يقول لك البراءة الأصلية، ومذهب الثاني يقول لك الأصل على الحظر من باب الاحتياط، لأن الاحتياط في الدين واجب، مش الناس قالوا كده. فيبقى المذهب اللي قال لك الأصل الحرمة من باب الاحتياط، والتاني الاصل الحل، لان الله سبحانه وتعالى بيقول خلق لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، خلق لكم، يبقى خلاص ربنا مباح علينا، سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. فهمت؟ اسبق عليكم نعمه ظاهره وباطنه، فمن باب النعم المباح. وفي مذهب ثالث قال التوقف، والاصح الرابع انها لا توصف بحل ولا حرمه حيث لا تكليف.
فهمت ازاي؟ ده الاصح. لا توصف بحل ولا بحرمه حيث لا تكليف، فلا تكليف الا بتشريع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فهمت؟ فالاصل البراءه الاصليه. فهمت بقى المساله؟ وكلام النبي هنا يدل على انهم قال لهم ان الله يعرض، طالما ما فيش حكم يبقى البراءه الاصليه لا تكليف، بيعوها بقى واستفيدوا بيها الحق. فهمت بقى ازاي؟ ادي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناها بيعوا اللي عندكم وما تشتروش جديد، ما تصنعوش جديد. ادي معناها كده. ما تصنعش جديد وبيع اللي عندك. لان لسه ما جاش حكم. يوم ينزل الحكم تلاقي نفسك ما خسرتش كتير. وهذا يدل على النصح، النصيحة لعامة المسلمين. والنبي كان خير ناصح لأمته صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به، ولينتفع يعني بماله، بالمال يعني. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر. فمن أدركته هذه الآية اللي هي فاجتنبوه في المائدة وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع، خلاص. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. استدل الشافعي على أن تخليل الخمر حرام، لا يطهره. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي عنده منها شيء قال خلاص لا يبيعها ولا يشربها، فالصحابة رموها. ولو كان تخليلها مباح لحفظ ماليتها وأمرهم بتخليلها وتحويلها إلى خل، بلا من أن يسكبوها. فاستدل الشافعية ومن وافقهم على أن تخليل الخمر لا يطهرها وتظل نجسة. التخليل يعني يعني تتخلل بتدخلك، انت تعمل عليها حاجة، تضيف عليها حاجة. اما اذا تخللت بنفسها طهرت، يبقى تطهر الخمر اذا تخللت بنفسها، اما اذا خللتها انت تفضل نجسة. يبقى زال عنها ايه؟ صفة الخمر، ولكن بقي فيها انها نجسة، فلا يجوز الانتفاع بالنجس ولا يجوز بيع النجس. فهم؟ عشان كده المصريين ايه يقول لك ايه خليتها خل، لما يخش في قضية يقوم يخليها يعقدها يقول له كده خليتها خل. يعني ايه خليتها؟ يعني الخمر خل فنجستها، خليتها نجسة زي ما هي. فهمت ازاي؟ يعني دخلت في مشكلة ما حلتهاش، فضلت المشكلة زي ما هي، كنتش تتدخل احسن. فهمت؟ فخليتها خل. المثل المصري ده شافعي. لماذا؟ لأن الأحناف يجيزون تخليل الخمر، الأحناف، وكذلك قول عند المالكية أنه إذا تدخل فخلل الخمر طهرت وصح استعماله. واضح؟ عند مين؟ قول عند المالكية وكذا عند الأحناف. لكن الشافعي يقول لك لا، إذا تخللت بنفسها فقط طهرت، إذا تخللت بنفسها صح طهرت بالإجماع. طب إذا تخللت بتدخل طهرت عند الأحناف وقول عند المالكية وتظل نجسا عند الشافعي. فهمت المسألة؟ والشافعي استدلوا بأن الصحابة رموها وما خللوهاش، والصحابة كانوا إيه عندهم ضيق ذات اليد، ما كانوش يعني أغنياء في الفترة دي، فلو كان تخليلها والاستفادة بها كان ممكن كانوا فعلوه، لكن ده سكبوها ورموها. يبقى دليل على أن تخليلها يؤدي. وبعدين طب ليه ما احتفظوش بها حتى تتخلل بنفسها؟ لان الاحتفاظ واقتناء المحرم حرام، ما ممكن كانوا يشيلوها عندهم لحد ما تتخلل بنفسها. قال لك لا، ما هو اقتناء المحرم حرام. فهمت؟ وعن ابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسره عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من اهل مصر انه جاء عبد الله بن عباس حار. وعن ابي قال وحدثنا ابو الطاهر واللفظ له قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس وغيره عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من اهل مصر انه سال عبد الله بن عباس
رضي الله عنهما عما يعصر من العنب. فقال ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. الراوية إناء يعني، سموه راوية ليه؟ لأنه من شرب منها روي، فسموها راوية عشان كده. أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما سررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. الروية هي المزادة برضو، المزادة لأنها إيه؟ يزيد ما فيها، ممكن يزود ما فيها، سموها مزادة. وراوية لأنه يرتوي إذا شرب منها، فهي اسمها المزادة وهي اسمها إيه؟ الراوية. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الهدية الخمر دي، سأل الرجل: هل علمت أنها حرام أم لا؟ فلما قال لا عذره بالجهل فلم يعذره، عذره بالجهل فلم يعذره. لكن لو كان عالما بالتحريم كان عذره صلى الله عليه وسلم، يعذره يعني يديله عقوبة ولو حتى لوم بالقول، فهم؟ لكن النبي هنا لم يلومه، لما علم أنه جاهل بالحكم علمه الحكم ولم يعذره، يعني لم يعاقبه ولو بكلمة حتى. يبقى إيه؟ الجاهل بالحكم يعذر حتى يعلم. فلما إيه قال إنها حرمت، أم واحد قال له إيه؟ طيب خلاص بقى بيعها، سره كده يعني، كلمه في السر كده: بيعها بيعها بيعها، فهمت؟ أدي معنى سررته يعني، قال له في السر. فقال: أمرته ببيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، يعني ما يحرم شربه ويحرم تناوله يحرم بيعه، وكذلك يحرم شراؤه. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، دل على عدم إيه؟ طلب إفساد وعاء الخمر، بل يكفي أن يسكب ما فيها ويشطفه وينتفع بالوعاء، خلافا للمالكية وكذلك قول عند الليث بن سعد وغيرهم. قالوا: حتى وعاء الخمر لا يستفدون، يكسر، وإذا كان جلد قربة يعني يشق. هنا قال لك لا، أو ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، لكن ما أفسدش المزادة نفسها، دل على جواز استعمال إناء الخمر بعد زوال أثر الخمر منه. واضح؟ ده على مذهب مين؟ الشافعية. لكن في مذهب ثاني يقول لك لا، يعني حتى الزجاجة اللي كان يوضع فيها الخمر ما ترميش الخمر منها وتشطفها وتحطها مية وتحطها في التلاجة كمان. في مذهب يقول لك كده، لأن دي خمر، كانت إزازة خمر، إناء خمر يكسر. الشافعية يجيزه هذه الصورة، استعمال الإناء بعد زوال الخمر منه وغسله. وبعض المذاهب الأخرى لا تجيز ذلك، احتياطا احتياطا، خلينا مع المذاهب الأخرى وإحنا شافعية. ليه بقى؟ حتى لا يساء الظن بك. لو واحد فتح الثلاجة بتاعتك في بيتك وجد زجاجة خمر لها هيئة معينة فيها مية، يفهم منها ايه؟ انك انت كنت جبتها خمرة وشربتها وبعدين بعد كده بتشرب مية، فدع ما يريبك الى ما لا يريبك، فالناس تشك فيك سوء، مش كده برضو؟ فيخلينا بقى دع ما يريبك الى ما لا يريبك، مفيش داعي لاستعمالها، خصوصا ان زجاجات الخمر لها هيئة معلومة الناس يعرفوها حتى ولو فارغة، يقول لك دي كانت فيها خمر، الناس تعرفها على طول، فاهم؟ وبالتالي لما تحطها في ثلاجتك وكده هتثير الشبهة عندك، الناس تشك فيك انك انت شربتها. امال قالت اليك كيف قالت اليك؟ ربما اشتريتها من بتاع الروبابيكي، ربما، بس في الغالب الناس ما بتشتريش الزجاجات من بتاع الروبابيكي، مش كده برضه؟ ده بيعيد تصنيعها تدويرها. فبالتالي من باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فلا تستعمل اناء الخمر وان كان جائزا عند الشافعي. واضح؟ وعن أبي قال: حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم
قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. آيات سورة البقرة اللي فيها الربا يعني اللي فيها النهي عن الربا فاقترأهن على الناس، والنهي عن الربا كان متأخرا عن النهي عن الخمر. فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر، يعني مش معناه انه لسه اول، ولكنه اعاد النهي عن التجارة في الخمر تأكيدا، يعني بيؤكد على امر كان قبل كده معروف لمخافة ان يكون لم يصل الحكم الى غيره الى باقي الناس. وعنه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي كريب قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما انزلت الايات من اخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول صلى الله عليه وسلم من المسجد فحرم التجارة في الخمر، يعني كي شهر أشهر يعني أعلن مرة أخرى، يعني زي ما قال للناس أن الربا حرام قال لهم ما تنسوش كمان أن الخمر زي ما حرمت الخمر فالربا حرام، فهم؟ ولم ينشئ تحريم الخمر في هذا الوقت، بل كان الخمر محرما قبله. ونقف على باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم بلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا، واكفنا نحن وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك. نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.